ياسين كيشتغل في مطعم، وكيف ما كنعرفوا المطاعم حتى هي رجعت للعمل من جديد. ياسين والزملاء ديالو رجعوا متحمسين للعمل، والمشغل ديالهم من باب الحفاظ على السلامة والصحة ديالهم وديال الزبناء قرر انهم يستافدوا من التكوين على التدابير اللي خاصة تحترم اثناء العمل، واللي جات في بروتوكول تدبير العدوى اللي صدرته كل من وزارة الشغل والإدماج المهني ووزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي. هاد التكوين أطروا شخص على دراية بموضوع الصحة والسلامة في العمل، واستافدوا منه كل الناس اللي كيخدموا في المطعم بما فيهم حراس الأمن، وركز على خمسة الأمور أساسية. أولا، محتوى الإعلانات والملصقات المعلقة في جدران المطعم، وتفسير كل علامة من علامات التشوير اللي كاينة في مرافق المطعم وفي الأرضية ديالو. ثانيا، قواعد النظافه اللي خصنا نراعيوها في المطعم، وكيفاش نحافظوا على المعدات وادوات العمل نقيه ومعقمه، نظافه الطاولات وتنظيم اماكن الجلوس باش نحترموا قواعد التباعد ومسافه الامان. رابعا، استقبال الزبناء وتنبيههم للامور المفروضه عليهم قبل دخول المطعم بحال ارتداء الكمامه واستعمال معقم. خامسا، طريقه التعامل في حاله لا قدر الله ظهرت شي اصابه بالفيروس عند احد المستخدمين. وفي الاخير، المستخدمين كلهم استفادوا من التمارين التطبيقيه لبينات استعدادهم للتطبيق ديال الاجراءات والتوصيات اللي تلقاو. وهذا التكوين وغيره من التدابير اللي وصلت بها الجهات المختصه، الهدف الاساسي منها هو ان الجميع زبناء ومستخدمين يتجاوزوا هذه المحنه ونخرجوا منها كاملين سالمين وغانمين.